بالخدمه ديالي كتقرا بنتي، واه خدمتي كتقرا بنتي. خدم حسن ما نجلس في الدار، وحسن ما نمد يدي. لا انا بنتي كنقول لها انا خصني نشوف بنتي احسن مني، انا مازال عندي الطاقه باش نكافح، انا مازال عندي الطاقه باش نكافح. فخورة بها صراحة، اللي نعيش راسي مرفوع. أول حاجة تربيت يتيمة، تيتمت وأنا عندي 4 سنين في عمري من الأب ديالي، وثاني الأم ديالي زادت مراها مشات في سبيل الله، عندي 12 عام في العمر ديالي تزوجت. ذاك الزواج هذاك الراجل كبير عليا 47 عام، أنا عندي 12 عام، يعني لقيت معاه واحد الحياة صعيبة صراحة. حسن ما كيولدش، ما عندوش الاولاد، وطلبت الطلاق ديالي منه وانا عندي 19 عام. خرجت كريت ذاك الوقت هذاك، درت محل الخياطه، عندي بنيته. تلاقيت مع باها في الخياطه في نفس الدومين. قاس بين المشاكل هو فيه شويه بليات. عنده القمر، عنده المهم غالبا القمر اللي كان هالكو، لان كان كيهز لي حاجه من الدار ويبيعها صراحه. كان شري حاجه وكيهزها ويبيعها لي. بقيت هكا كنقاسي معاه مده 8 سنين. طلقني غيابي، لان الكاغيط كان اصلا عند العدول. بقيت كنكافح انا مع بنتي بالخدمه ديالي كتقرا بنتي، واه خدمتي كتقرا بنتي. شنو بنتك عامله في الجامعه؟ عامله اقتصاد، علوم اقتصاديه، علوم دايره علوم اقتصاد، وهذا العام عندها الثالثي ان شاء الله. كندير غريبه هذه هي ديال كندير بعدها تقاس، هذا هو مالح وحلو. دابا الحلو ما درتوش اليوم، غريبه ديال الكوك حلويات فيها شكيلات، يعني فيها الحلوه حلويات فيها بزاف ديال الشكيلات. فخوره بها صراحه، اللي نعيش راسي مرفوع، هذه يعني شي حاجه اللي ما فخوره بها بمعنى الكلمه. بنتي كتشوف مها مكافحه قدامها، كتقول لها ماما ان شاء الله يسهل الله ونعوضك هذا الشيء كله، ونعوضك هذا الشيء كله. كنقول لها الكلمه اللي كنقول لها انا بنتي، كنقول لها انا خصني نشوف بنتي احسن مني، انا مازال عندي الطاقه باش نكافح، انا مازال عندي الطاقه باش نكافح. يعني مازال بعد، لان بنادم اللي تعوض يكافح من الصغر ديالو راه حتى ما كيبقى فيه ما يدار عاد يقدر يجلس. الحلم ديالي نوصل بنيتي كي بغيت وندير السكن ديالي ما نبقاش في الكار، هذا هو حلمي. وذاك السكن ديالي يكون ساكن، ماشي يكون ساكن يعني وندير فيه محل ديالي، المشروع ديالي. دابا نسينا كاريه. كاريه واه شي طبيعي، نخدم حسن ما نجلس في الدار، وحسن ما نمد يدي. يعني راه شي حاجه اول حاجه دي نجلس، شكون اللي يكون بيا؟ غادي نمشي نتحاز على العائله؟ ما نقدرش نتحاز على العائله. هي عندي واحد الاخ ديالي كبر مني، عندي خوتي، عندي عائلتي، يعني كاين اللي مسؤول الحال، ولكن ملي كيهضروا معايا حاليا لان بحكم انا بعيده عليهم، ملي كيهضروا معايا كنقول لهم الحمد لله. انا اللي كنعرف على هذه المراه، كنعرف على المراه مزيانه كدمر على راسك. المهم كتقري واحد بنيتها وكتجيني هنايا بوبريه، كاين النهار اللي كتبيع كاين النهار اللي ما كتبيعش. الى شاطولا راه كتصدقهم على عباد الله، من انا بيدي كتعطيني كاين واحد راه هو بين وامايا، وبوبريه كتكافح على ديك بنيتها، كتجيبها حتى ساعه الصلاه كتصليها تما جالسه بلاصتها كتصلي، كتجي مع الجوج وكتجيب حالها حتى الطرمبيه الاخرى ليه. اذا كاينه الساعه اللي كتبيع بكري كتجي بحالها، وكاين الساعه اللي كتبقى هنايا حتى الطرمبيه كتهرب عليها. انا الحمد لله هذا فضل الله تعالى وتبارك، مشيت غدا مع الوقت مقاده الحمد لله، ما بديتش ندير شي واحد، ما قلتش ما بديتش ندير شي واحد. كاين ناس جاو ساعدوني هنا، جاو دعموني صراحه، جزاهم الله خيرا، كنشكرهم، كنشكر هذوك الناس صراحه. اي واحد دعمني صراحه كنطلب ربي سبحانه الا هو يسهل عليه داك الشيء اللي كيتمنى. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.